خلونا نبدأ بأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح، ومن بينها توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة التوصيات الخاصة بالحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للحكومة، وكمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. بالأمس أيضا شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرزاق محمود شعيب رئيس لهيئة قضايا الدولة. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أنه بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية لرئيس الجمهورية، وجه الرئيس بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابة لمناقشات الحوار الوطني اللي تميزت بالتعدد والتخصص. وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أكد على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزم ضرورة التحقيق دون أن يتحول إلى عقوبة. مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ. امبارح شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرزاق محمود شعيب رئيساً لهيئة قضايا الدولة، كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. وأشاد الرئيس بالجهود المقدرة اللي بتقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة والحفاظ على المال العام، مشدداً على أن استقلال القضاء وترسيخ العدالة وحماية الحقوق والواجبات في إطار الدستور والقانون من أهم أسس نهضة الوطن والمجتمع. كمان امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري والسيد علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الاراضي والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنميه المستدامه، وده لمتابعه برامج عمل الحكومه في قطاعي الزراعه والمياه واليات تطويرهم وتعزيز دورهم في التنميه الشامله. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الاجتماع تناول سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل من خلال تفعيل مكونات التصنيع والتوزيع والتسويق والتصدير والتنمية العمرانية في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى، ده إلى جانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بشأن مراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين اللي هيتم تقديمها للبرلمان بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأوضح المستشار محمود فوزي في مستهل الاجتماع أنه مع بداية دور الانعقاد للفترة المقبلة بيتم حالياً التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد أولويات مشروعات القوانين المختلفة وفق عدة معايير مهمة، مضيفاً أن هناك مشروعات قوانين طبقاً لتوجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، وأيضاً مشروعات بتأتي نفاذاً لالتزام دستوري، ومشروعات بيتم تحديدها كأولوية مشتركة من مختلف الوزارات.